السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، أهلا بكم أعزائي الطلاب في يومنا الجديد الأربعاء. إشارة القسمة ترحب بكم من جديد، أهلا بكم. لنتذكر سويا ما قمنا بتعلمه في الحصة السابقة. قمنا بتعلم أن جملة الضرب أستطيع تحويلها إلى جملتين من القسمة. 9 ضرب 3 يساوي 27. 27 تقسيم 3 يساوي 9. ومرة أخرى 27، لكن في هذه المرة تقسيم 9 ويساوي 3. عفواً، 27 تقسيم 9 ويساوي 3. أحسنتم. إذن أستطيع تحويل جملة الضرب إلى جملتين من القسمة، وفي كل مرة أبدأ بالناتج أو بالعدد الكبير. في هذا اليوم سنقوم بتعلم فكرة جديدة وجميلة علينا. في هذه المرة سأقوم أنا بإعطاء أعداد متفرقة، وأنت ستقوم بكتابة جملتين من الضرب، جملتي ضرب وجملتي قسمة، جملتين من الضرب وجملتين من القسمة. أنا لم أقم في هذه المرة بإعطائك جملة ضرب، ولم أقم بإعطائك جملة قسمة، بل أعطيتك مجموعة من الأرقام وأنت ستقوم بذكائك بإيجاد النواتج في مكانها الصحيح. سأقوم بوضع هذه الأرقام في مكانها الصحيح في جملتي الضرب، وسأقوم بوضعها في مكانها الصحيح في جملتي القسمة. لدي الأعداد 2 و8 و4. هيا نضع الأعداد التالية عند جملتي الضرب. سأبدأ في جملتي الضرب بالأعداد الكبيرة أم الصغيرة؟ أحسنتم. أبدأ في جملتي الضرب عند ضرب عددين بالأعداد الصغيرة، والناتج هو العدد الكبير. لنرى سويا. هيا بنا لنقم بحل المسألة. أعداد 2 8 4، وسنقوم سويا بكتابة جملتي الضرب. أبدأ بالأعداد الصغيرة. أي عددين أصغر في هذه الجملة؟ 2 أم 8 أم 4؟ إذن لدي 2 و4. أكتب 2 ضرب 4، هذه الأعداد الصغيرة، يساوي العدد الكبير 8. هنا فقط أقوم بتبديل الأعداد. هنا 2 ضرب 4 وهنا 4 ضرب 2، والناتج نفسه في جملتي الضرب. الناتج نفسه لأن الضرب عملية تبادلية كما ذكرنا سابقا. 2 ضرب 4 يساوي 8، و4 ضرب 2 يساوي 8. حلها سهل وبسيط. أما جملتي القسمة فنبدأ دائما بالناتج الكبير. أبدأ بالعدد الكبير في المرتين، 8 تقسيم. أقوم بتوزيع 8. إذا كتبنا 4 أو كتبنا 2 فالحل صحيح، المهم أن نقوم بتبديلها في كل مرة. 8 تقسيم 4 يساوي 2، وأرجع وأكتب 8 مرة أخرى. القسمة دائما تبدأ بالناتج أو العدد الكبير، أما الضرب فالناتج هو دائما الأكبر. 8 تقسيم 2 يساوي 4. كأنني أقوم بتبديلها في كل مرة، أقوم بتبديل الأرقام. إذن 2 ضرب 4 و4 ضرب 2 يساوي 8. أما 8 هنا في المرتان نبدأ فيها في جملتي القسمة، ومرة أقسمها على 4 ومرة أقسمها على 2، والناتج حسب العدد المتبقي لدي. إذن أستطيع يا بطل إيجاد ناتج القسمة من خلال الضرب. الآن لدي أعداد أخرى، انظر معي، لدي 10 ولدي 40 ولدي 4،
أريد منك أيضاً أن تكتب جملتي ضرب لهذه الأعداد وجملتي قسمة لهذه الأعداد. بأي أعداد نبدأ في جملتي الضرب؟ أحسنت، بالأعداد الأصغر. لدي الأربعة والعشرة، لأن الأربعون أكبر هذه الأعداد، وأكيد ستكون هي الناتج في جملتي الضرب. إذن أبدأ بالحل، أختار العدد أربعة، العدد الأصغر، ضرب عشرة. أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون، وعشرة أبدل الأرقام، ضرب أربعة يساوي أربعون. الناتج أربعون في كل مرة في جمل الضرب لدي. الآن في جملتي القسمة أختار أكبر عدد في المرتين، أكبر عدد أربعون. أربعون تقسيم عشرة يساوي أربعة، ومرة أخرى أربعون تقسيم أربعة يساوي عشرة. إذن الحل سهل وصحيح. في جملتي الضرب أبدأ بالأعداد الصغيرة، مرة أربعة ضرب عشرة ومرة عشرة ضرب أربعة، فقط أقوم بتبديلها والناتج نفسه أربعون. في جملتي القسمة في المرتين أضع الأربعون في المربعات الأولى لأنها العدد الأكبر، تقسيم مرة عشرة ومرة أربعون تقسيم أربعة، والناتج بعكس الأعداد الموجودة أربعة وعشرة. الآن أيها البطل، على دفتر الرياضيات وبخط جميل وبحل صحيح، كون من الأرقام التالية الثلاثة والثمانية عشر وستة جملتي ضرب وجملتي قسمة كما تعلمنا سابقا. ثم قم بحل صفحات الكتاب التالية 78 و79 و80 و81، ولكم مني أعز شكر.